إذن بالنسبة للتمرين رقم 10 في الصفحة 106، جانديك دون كخوا سو كي روبريزونت لا فيغور بي بارابور على فيغور أ. يعني اش قال ليا غنحط علامة تحت يعني الجملة اللي كتمثل ليا هادشي اللي عندي اللي كيمثل ليا الشكل أ بالنسبة أو الشكل بي بالنسبة للشكل أ. إذن أشنو عندي هنايا؟ إذن عندي سيمتريك أو لا ترانسلاسيون أو لا لاغرونديسمون. بالنسبة لي بنهضر على سيمتريك ما يمكنش، علاش؟ الشكل ماشي بحال بحال، هذا صغير وهذا كبير، لأن ما يمكنش يكون محور ما يمكنش يكون راه هذا متماثل لهذا. بالنسبة للترانسلاسيون، ترانسلاسيون فهاد الحالة ممكن يعني نقول واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد جوج، مشيت سبعة هنا وطلعت بجوج، ولكن هنا هاد الشكل هذا أو هاد الشكل ما حافظش على نفس الشكل ديال هذا، نفس لي ميزور. حيت هنا الى ردينا البال واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنا عندي واحد جوج ثلاثة. وبالنسبة للترانسلاسيون اشنو كنا قلنا؟ حنا الترانسلاسيون كتحافظ لي على الزوايا وكتحافظ لي على قياس ديال الأضلاع، تيبقاو الأضلاع بنفس القياس. اتفقنا؟ بقيت هنا ستة المربعات، هنا ستة المربعات، هنا ثلاثة، هنا ثلاثة. في التالي غتكون لاكرونديسمون، حيت عندي هنا واحد جوج ثلاثة، هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، والمعامل ديال لاكرونديسمون هو جوج. فوالا تمرين 11، أحيط في كل سطر العدد الذي يساوي العدد المعروض في البطاقة. مزيان، عندنا حنا هنا 25%، ملي كنهضر على النسبة المئوية 25% راه هي اش؟ هي 25 من 100، هي 25 على 100. فهاد الحالة إلا بغيت نحولها لعدد عشري اش غتولي عندي؟ شنو كنا قلنا في القاعدة ملي كنقسم على 100 ولا على 10 ولا على 1000؟ هاد العدد ديال الأرقام ديال الأصفار كنخليه من ورا الفاصلة بالأرقام، واحد جوج فاصلة صفر، هاد جوج الأرقام هما هادو، واحد جوج فاصلة، هادي 0.25، في التالي هادي هي الصحيحة، 0.5. مزيان، 0.5 أشنا هي؟ هي 5/10، مفهوم؟ ملي كنقول 5% راه هي 5/10. أو لا نقول لها 50/100 اللي هي 50%، لأن وفي التالي راه 0.5 هي 50% وماشي 5%. 3/4، ثلاثة على أربعة، أشنو هي 3/4؟ إلا جيت درت ثلاثة نقسمها على أربعة شنو تعطيني؟ يعني ثلاثة شحال فيها من أربعة؟ فيها صفر، صفر في أربعة هي صفر، يعني ثلاثة ناقص صفر هي ثلاثة. في هاد الحالة هادي عندي الفاصلة أنا غنجيبها هنايا باش نهبط هاد الصفر. ثلاثين شحال فيها من أربعة؟ فيها سبعة، سبعة في أربعة 28، عشرة ناقص 8 هي جوج، ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، كنزيد نهبط صفر. أربعة شحال فيها من أو لا عشرين شحال فيها من أربعة؟ فيها خمسة، خمسة في أربعة 20، 20 ناقص 20 كتعطيني صفر. وفي التالي راه 3/4 هي 0.75. 33% راه هي 33/100، صافي بين القاعدة. ندوزو نشوفو تمرين رقم 12، محمد ياسين فو كالكولي لو برودوي دو 136.5 × 5.08، مي إلا أوبليي لو زيرو دو ملتيبليكاتور. Quel produit a-t-il trouvé? Quel produit aura-t-il trouvé s'il n'avait pas oublié le zéro? يعني الخارج ديال 130.5 مضروبه في 5.08، ولكن نسى الصفر ديال هذا العدد، شحال غادي يلقى؟ غناخذو حنا 136.5 ضرب 5.0، لكن هذا الصفر نساه، هذا الصفر هو اللي نساه، ما غاديش نكتبو. يعني عندي 8 في 5 40، 0 كنحتفظ ب 4، 8 في 6 تعطيني 48، زائد 4 غتعطيني 52، إذا ندير جوج ونحتفظ في 5. عندي 8 عندي 8 مضروبة في 3 كتعطيني 24، 24 نزيد عليها 5 كتعطيني 29، يعني 9 كنحتفظ بجوج، 8 في 1 8 زائد جوج كتعطيني 10. حط نقطة هنا حيت غندوز لخمسة، عندي 5 مضروبة في 5 25، 5 وكنحتفظ بجوج،
خمسة في ستة 30 زائد جوج 32، خمسة في ثلاثة 15 زائد ثلاثة تعطيني 18، خمسة في واحد 5 زائد الاحتفاظ 6، نجي ندير الجمع ديالي، صفر 5 زائد جوج 7، 9 زائد جوج تعطيني 11، 8 زائد صفر زائد واحد هي 9، 6 زائد واحد 7. شحال عندي من رقم وراء الفاصلة؟ عندي واحد جوج، تعطيني جوج الأرقام من وراء الفاصلة، إذا واحد جوج هي هادي. هاد الحالة فاش نشا الصفر، مزيان. إذن هذا كيستيون الأول. كيستيون الثاني قال لك كيل برودوي أوغاتيل تخوفي سيل نافي با أوبليي لو زيرو، يعني شحال غادي يلقى إلا منساش هذاك الزيرو. إذن 136.5 مضروبة في 5.08، مزيان. إذن عندي 8 في 5 راه باينة 40، 8 في 6 قلنا 48 زايد 4 هي 52، 8 في 3 24، قلنا 24 زائد 5 هي 29، 8 في 1 8 زائد 2 هي 10، مزيان. نجي 0 في 5 0، 0 في 6 0، 0 في 3 0، 0 في 1 0. بإمكاني تفادى الأصفار حتى غير جوج النقط وندوز، لكن ماشي مشكل نبينها. 5 في 5 25، 5 في 6 30 زائد 2 32، 5 في 3 15 زائد 3 18، 5 في 1 5 زائد 1 6. نمشي ندير الجمع ديالي، صفر جوج 9 زائد 5 14، جوج زائد الاحتفاظ 3، 8 زائد 1 9، 6 زائد لا شيء 6. شحال من رقم وراء الفاصلة؟ 1 جوج 3، 1 جوج 3. هنا عندي 693.420، هنا 791.70. ندوزو للتمرين رقم 13. أنجز عق العملية الثلاث وتعجب من أرقام الجداء، أجري العمليات في دفتري لأكتشف السر. واخا سيدي، إذا عندي 13.5 ناقص 3.4، 5 ناقص 4 غتعطيني 1، 3 ناقص 3 0، 1 ناقص لا شيء 1. العملية الموالية 0.8 زائد 0.3، 8 زائد 3 تعطيني 11، 1 يحتفظ بواحد، أنزل الفاصلة 1 زائد 0 هي 1، هي 1.1. عاد كنجي كندير 10.1 ضرب 1.1، إذا 1 في 1 1، 1 في 0 0، 1 في 1 1، حط الفاصلة، 1 في 1 1، 1 في 0 0، 1 في 1 1. نجي ندير الجمع، 1 زائد 0 1، 1 زائد 0 1، 1 زائد لا شيء 1. رقمين وراء الفاصلة هاهي 11.11. هنا قال لي اكتب الجداء، لأن أول حاجة عندي هذه شحال عطاتني هي 10.1 مضروبة، هذه عطاتني 1.1، إذن في التالي تعطيني 10، ولا 11 ماشي 10، 11.11. تمرين رقم 4، أحدد أغلى هذه العطور ثم أحسب في دفتري ما سيدفع تاجر بالجملة اشترى 84 قنينة من هذا العدد. هنا عندي 58.95، 61.50، 59.25، 60.75. نقرا الجزء الصحيح هو الأول، هنا عندي 60، 59، 61، 58، في التالي 61 كبيرة، لأن هذا هو العطر الأغلى. إذن شنو غادي ندير باش نعرف شحال دفع داك التاجر؟ ناخد 61.50 ضرب شحال من قنينة؟ 84 قنينة. غادي ناخدو 84 مضروبة في 61.50، لأن عندي 0 في 4 0، 0 في 8 0، 5 في 4 20، 0 كنحتفظ بجوج، 5 في 8 40 زائد جوج 42. ندوز لواحد، 1 في 4 4، 1 في 8 8. ندوز لستة، عندي 6 في 4 24، 6 في 8 48 زائد جوج 50. ندير الجمع ديالي، صفر صفر 6، عندي 4 زائد 8 12 زائد 4 16، 1 زائد 0 1، 5 زائد لا شيء 5. رقمين وراء الفاصلة هما 5166 درهم، 5166 درهم هو المبلغ الذي سيدفعه التاجر. بالنسبة للتمرين رقم 15،
أتمم رسم شبه المنحرف ABCD ومماثله EFGH بالنسبة لمستقيم D. إذن عندي هنايا AB AB BC ثم CD ثم DA. مزيان، شنو عطاوني هنا؟ عطاوني EF. EF شنو غادي نحدد أنا؟ نحدد جي اللي غتكون الممثلة ديال بي. اش غنجي ندير؟ غنجي على كود هاد بي هادي، نحسب شحال باش بعيدة النقطة بي من هاد الخط. عندي هنايا مربع واحد جوج تلاتة أربعة خمسة، نجي تاهنا ندير واحد جوج تلاتة أربعة خمسة، إذا هنا فين غتكون النقطة جي. بقات ليا اش، إما غنحسب مسافة من بي لأ ونحطها، ولا نحسب تاني المسافة من هنا لهنا. نفس الشكل أنا نشوف هنا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة، إذا هنا فين غتكون عندي اش. أولا نشوف عاوتاني كونترولي من هنا، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة خمسة، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة. شفتو نفس الطريقة كتعطيني الشكل ديالي صحيح. مزيان. بالنسبة للتمرين رقم 16، أزيح الشكل أ بالقن ثلاثة نحو اليمين وستة نحو الأسفل، ثم أرسم تكبيرا له بمقدار اثنان ابتداء من النقطة أو. لأن أول حاجة خصني نديرها هو الإزاحة ديال هذا الشكل هذا باتباع هذا القن. لأن ثلاثة نحو اليمين وستة نحو الأسفل، لأن أش غندير؟ غنحدد بعد هاد النقط اللي غادي نحول باش ما نخطأش. أنا النقط ديالي حددتهم. نبدأ بهاد النقطة اللي الفوق، عندي واحد جوج ثلاثة، نهبط دابا ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنا النقطة الأولى. النقطة الثانية هي هذه، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ها هي هاد النقطة، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ها بلاصتها. بالنسبة لهذه ها هي، بالنسبة لهذه هتهبط بمربع، بالنسبة لهذه واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، إذا هادشي هنا. ثم كنجي كناخد المسطرة ديالي وكنصل ما بين النقاط. وعندكم أنكم يعني تغلطوا في ملي تبيو تصلوا ما بين هاد النقاط هادو. هنا هو الشكل ديالي، حسبت عليه كيفما معطيني هنايا. من بعد قال لي ارسم تكبيرا له بمقدار اثنان ابتداء من النقطة او. واخا انا عندي واحد جوج ثلاثة اربعة، اربعة نضربة بجوج تعطيني ثمانية، اذا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هنا فين غادي يحبس؟ لان هذا الخط هو الاول نرسمو هكاك. ثم عندي هذا اللي هابط هنا، هابط بخانة غيولي هابط بجوج، حيت واحد في جوج هي جوج. هادجي هنا مشى عندي لهاد جي بخانة، غادي يمشي بخانتين، واحد في اثنان، هنا ايضا واحد في اثنان، هنا واحد اثنان ثلاثة، غيمشي بستة. انتبه بلاتي ما غلطت في شي حاجة، لأن مزيان غيمشي بستة. قلنا ثلاثة، عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ثم نسلم بين هادو. عندي هنا جوج غيمشي بربعة، إذن عندي هما هادو، واحد جوج ثلاثة أربعة، إذن هذا هو الشكل ديالي. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نكملو التمارين اللي بقى لينا في الصفحة 107، والسلام عليكم.